السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي الأصدقاء على قناة محمد عبد القادر عبد العزيز على اليوتيوب. عاوز أخد لكم لقطة سريعة كده لفراخ المية. في ناس طلبت مني تصوير فراخ المية اللي احنا اصطدناها، ولكن احنا قبل المغرب الإضاءة مش واضحة للأسف، ولكن إن شاء الله بكرة بالنهار بدري أخد لكم لقطة ليهم كده سريعة، حاجة مريحة للأعصاب. بسم الله ما شاء الله. وفي ناس طالبة فراخ مية للبيع، عايزة تشتريها تربيها للتفريخ عندها، ناس بتربي طيور زينة وكده، فرجاء قولولنا ممكن الفرخ الكبير بكام، والشبابيات الواحد ممكن يكون بكام، لان ما نعرفلهمش سعر بصراحة. هم عزاز عليا بصراحة، انا كنت عاوز اربيهم يفرخوا عندي، ولكن في اصدقاء طبعا ما الواحد ما يقدرش يحوش عنهم حاجة، فلو حاجة متحط لعصطات تاني ان شاء الله اخلي شوية ليا افرق منهم وشوية للبيع. بس رجاء اكتبولنا في تعليق السعر ممكن يبقى كام، الفرخ الصغير خالص والشبابيات والكبير الشغال، الذكر بكام، النتاية بكام، زي كده. والاكل بتاعهم سهل جدا، العليقة والريم اللي هو الاخضر اللي بيبقى عالم على وش المية، بياكلوا زي الفراخ البلدي تقريبا كده. في منهم فراخ طبعا هو صغير وكبير، صغير ووسط، ولكن هربانين اللي جوه دولت اللي هو الوسط لسه بادئ يمسح ريشه اهو، والفرق الصغير اللي رايد ده. في طبعا في الصفيحه الثانيه اهو شويه برضو داخلين هنا اهو، بصوا فرق صغير اهو وفرق برضو وسط كده بيدخلوا يستخبوا، واحد تاني صغير هناك في ريحه اهو، اتنين باين اهو،